السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتير من كبار السن مش بيعرفوا يتعاملوا مع خدمة العملاء بتاعت شركات المحمول، أرقام وأكواد ورسائل صوتية، ده غير مدة الانتظار الطويلة، وهم ربنا يديهم الصحة ممكن يكونوا محتاجين لحاجة معينة بس ما بيقدروش يكملوا المكالمة، فبتكون النتيجة إن هم مش بيتمموا طلبهم. في الفيديو دوت على قناة مركز خدمات المحمول هنتعرف على الكود الجديد واللي خصصه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات علشان يسهل على أهلنا من كبار السن التواصل مع خدمة العملاء الخاصة بشركات المحمول مجانا، وده طبعا كان نتيجة لطلبات من العديد من مستخدمي الموبايل من كبار السن، واللي كان طلبهم ان هم عاوزين طريقة اسهل للتواصل مع خدمة العملاء، وده اللي نفذه بالفعل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، واللي قام بتخصيص كود سهل الحفظ وكمان سهل الاستخدام. والكود هو من الشمال نجمة 1234 شباك. بعد طلب الكود دوت بتيجي رسالة، واللي بتفيد ان في ممثل من خدمة العملاء هو اللي هيقوم بالاتصال بالمستخدم، وده طبعا بيريح المستخدمين من كبار السن من اكواد الوصول لخدمة العملاء والاستماع للرسائل الصوتية وفترة الانتظار اللي ممكن توصل لعشرين دقيقة او اكتر. ربنا يديهم الصحة جميعا. خلص الفيديو بتاعنا النهاردة على قناة مركز خدمات المحمول. بطلب من كل اللي بيشوفني الاشتراك في القناة وتفعيل زرار الجرس علشان يوصلكم مننا كل جديد. طبعا اللايك لو عجبك الفيديو، الشير والكومنت هو اكبر دعم ممكن تقدمه لقناة مركز خدمات المحمول. دمتم بكل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.